عايزه افتح واحده تانية معاكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، لا هي مجلده عامله زي الكاوتش، ولا هي ايه، ولا هي ان هي مهريه. شايفين بتدوب ازاي، وكمان ماسكه نفسها مستويه وحلوه قوي. بالهنا والشفا يا رب. جربوها بالاضافات بتاعتي دي وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين الكفته بقى وجمالها، حاجه كده فخمه. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. وانتوا شفتوا ازاي هي مستويه، وادي كمان احلى بطاطس وخضار من تحت الكفته، واخد كده من الدهن بتاع الكفته، حاجه كده طعمها جامد جدا. بسم الله ما شاء الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الكفتة، هنعملها في الفرن. إحنا قبل كده عملناها على القناة برضو، بس عملناها في طاسة كده على البوتاجاز من فوق. النهاردة هنعملها في الفرن إن شاء الله بإذن الله هتنال إعجابكم، تمام. وهنحط عليها مكون هيخليها تحفة جدا معانا، هيخليها هشة كده وفي نفس الوقت مستوية وحلوة من جوه، اللي هي مكتومه ولا هي ممكن تفك منك، تمام. وطبعا في البدايه بحب ارحب بكل متابعين الجداد، وكل متابعين الجداد وكمان القدام، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام دي بخير يا رب العالمين، ويزيح الغم عن العالم كله يا رب العالمين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول المقادير. معايا هنا كيلو الا ربع من اللحمه، عليهم ربع كيلو من الدوش او الدهن، تمام. في جزء كده في اللحمه يعني اسمه الدوش، اللهم صل على سيدنا محمد، بيبقى يعني ايه شبه الليه شويه، تمام. اللي ما عندكيش ليه تستعملي الدوش، ما عندكيش دوش ولا ليه استعملي الدهن العادي. طبعا الكفته بتبقى حلوه قوي بالليه، ما فيش ليه حطي الدوش، ما فيش دوش حطي بقى اللي هو الدهن العادي، تمام. المهم ان يكون كيلو الا ربع لحمه عليهم ربع دهن، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا هنا حزمة كزبرة مقطعة، ومعانا هنا توم مهروس، ومعانا التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن ملح وقرفة وبابريكا ورشة جوز الطيب، وهناخد كمان معلقة كده حلوة محترمة من الفلفل الأسود، واحنا قلنا بهارات، بصلتين كبار حلوين كده مبشورين، انا بشراهم ومطلعة المية بتاعتهم اهي. انا الميه بتاعتهم مش هحطها على الكفته، انا هصبع بيها الكفته، تمام. ومعانا كمان اللهم صل على سيدنا محمد، المفروض اللي هم معلقتين دقيق، انا مش هستعمل الدقيق، انا هستعمل معلقتين من الفيجيتار. فاكرين انتوا الخلطه اللي انا كنت عاملاها للبانيه قبل كده، وفضل منها شويه عندهم في كيس كده في الثلاجه، خدت منها معلقتين، هجربها بالخلطه دي وهقول لكم ان شاء الله باذن الله اذا كانت طلعت حلوه او طلعت مش قد كده. انا ان شاء الله باذن الله والله هقول لكم كل حاجه بصدق، مش هقول لكم ان هي مثلا طلعت حلوه وان هي وهي طلعت مش حلوه او كده، لا. انا ان شاء الله باذن الله متعوده معاكم على المصداقيه، هقول لكم كل حاجه بصراحه، نفعت ماشي، ما نفعتش ماشي، بس انا ان شاء الله باذن الله متوقعه عليها يعني ان هي ان شاء الله باذن الله هتطلع جميله جدا عن كل مره بعملها فيها كمان، تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب ادي اللحمه بتاعتنا، وهنحط عليها البصل، يبقى هنا كده، واحط عليها معلقتين الفيجيتار او خلطه البانيه، او مش متوفر عندك حط معلقتين دي، معلقتين بس ما تكتريش، واحط جميع التوابل، تمام. واحط شويه توم مهروس مش هكتر، وبرده هنزل بالخضار، وابتدي اللي انا اخلط الخلطه دي كلها. بس قبل كده، قبل ما اخلط في جوز الطيب، هجيب جوز الطيب وهابشرها بالمبشره، هبشر كده بشرتين ثلاثه، وبعد كده ادعكهم بايدي. على فكره جوز الطيب انا كنت حطيتها في البهارات في قلب الخلطه، نسيت، تمام. هاخد منها بشرتين كده بس. اللحمه صديقه اللحمه هي جوزه الطيب. حطيت معلقه حلوه كده كبيره من البيكنج باودر، هعجنهم بقى عجنه حلوه كده محترمه، اهم حاجه يتعجن كويس، او تردهم تاني في الكب، تمام. يا اما تحطهم في الكبه
مزجوا كده مع بعض ويبقوا حلوين، تبقى ناعمه كده وكل الخليط يدخل في بعضه، يا اما تتعكيه او تعجنيه كده عجنه حلوه محترمه. فانا هعجنه كده عجنه حلوه محترمه بايدي وارجع لكم تاني. هاخد قطعه عجين وابتدي ان انا اصبعها واحطها واخد غيرها. انا عايزه الصوبع يبقى مليان، تمام، يبقى حلو كده ومليان. تبتدي بقى تصبعي في الكفته الصوابع اللي انت عايزاها، تمام. انا باخد كميه حلوه كده. بصي، عايزه تصبعي على مسنه اللي هو بتاع سكاكين ماشي، على سيخ ماشي، المهم اللي انا هصبعها. هبتدي ان انا اصبح فيها، اخلي ما شاء الله كده الايه، شايفين الصبع محترم اهو، اهو عشان لسه ايه هيكش مني، تمام. هيكش ليه؟ لان عليه نسبة دهن، ونسبة الدهن لما تنزل هيكش، وطبعا اي لحمة بلدي لازم بتكش. هصبح كل الكمية وارجع لكم تاني. ما تنسيش بقى يا قمر، لو انت مش مشتركة معايا انزلي اشتركي، فعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي الجديدة المميزة ان شاء الله بإذن الله. وطبعا قبل ده كله اوعي تنسي اللايك. ادي الكفتة بعد ما خلصت، هندخلها بقى الفرن ان شاء الله بإذن الله. هشوف فضلت قد ايه في الفرن واقول لكم المدة اللي غابت بها فيها في الفرن، يعني مش هزود مية ولا هزود اي حاجة، هحطها بالمنظر ده. هي هتستوي مع نفسها وهتبقى جميلة جدا، هنشوفها مع بعض ان شاء الله بإذن الله. خليكم معايا. شايفين الكفتة اهي في الفرن ما شاء الله، هي نزلت مية اهي، ما هيش ان هي ايه نزلت طبعا الدهن بتاعها وكده، والمية اللي نازلة من الخضار، فهي مش محتاجة ان انا ازودها اي حاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله الكفتة احمرت ازاي واستوت وبقت جميلة جدا. اوريكم حتة منها، مفكتش مني ما شاء الله. الله، بسم الله ما شاء الله. انا بحب الكفته تكون مليانه كده، على فكره سخنه على ايدي، بحبها تكون مليانه كده. شايفين؟ مش طايقه بس السخنيه. حلوه ازاي من جوه، مستويه ومليانه ازاي. انا لو صايمه كنت دقتها قدامكم، بس بسم الله ما شاء الله احمرت ازاي، استوت ونفشة وفي نفس الوقت ما هيش فكة ومستوية، والكفتية كده مليانة. بحب انا الكفتية المليانة دي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شايفين الكفتة بقى وجمالها، حاجة كده فخمة. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. وانتوا شفتوا ازاي هي مستوية. وادي كمان احلى بطاطس وخضار من تحت الكفته، واخد كده من الدهن بتاع الكفته، حاجه كده طعمها جامد جدا. بسم الله ما شاء الله. لا بجد الاضافه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتاعه خلطه البنادم خليها تحفه، بجد حلو قوي. انا دقته قبل ما اصور لكم، طبعا احنا لسه الاذان مؤذن واحنا بنصلي الاول قبل ما نفطر وكده، فانا دقته الاول وقلت اصور لكم بقى، ما رضاش اصور الا لما ادوق. بجد حاجه كده خرافه، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، لازم تجربوها بالطريقه دي بجد هتعجبكم. عايزه افتح واحده تانية معاكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، لا هي مجلده عامله زي الكاوتش، ولا هي ايه، ولا هي ان هي مهريه. شايفين بتدوب ازاي، وكمان ماسكه نفسها، مستويه وحلوه قوي. بالهنا والشفا يا رب. جربوها بالاضافات بتاعتي دي وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. يلا لايك للكفته الجميله دي، ولو انت مش مشتركه انزلي اشتركي معايا عشان يوصلك مني كل جديد. فعلي الجرس واختاري الكل. يلا من هنا لغايه لما نتقابل بفيديو جديد، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.